من واشنطن تنضم إلينا هاتفيا سيدة الأعمال المصرية ليلى بنس، إحدى رائدات مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بك سيدة ليلى. مساء النور، أهلا بك معنا. تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة مع وزيرة الدولة نبيلة مكرم للهجرة. سمعك كويس وحياتك، قولي هل تاني. تستمعين إلي جيدا الآن؟ أستاذة ليلى، أيوة يا أستاذ، أسمعك بوضوح، هل تستمعين إلي جيدا؟ أستاذة ليلى، إن كنت ألو، تسمعينني، نعم، هل تسمعينني بوضوح؟ سمعتك دلوقتي. نعم. أنا هنا في كاليفورنيا على فكرة، التليفون باين مش كويس قوي، بس انا احنا أهلا بك على اسألني كل تاني واحد. أهلا بك على كل الأحوال. اهلا، أسألك عن المنصة الجديدة وهذا التعاون مع وزارة الدولة للهجرة. احنا ان شاء الله هنعمل فند ريزنج يوم سبتمبر يوم 25، وهنعمله على زوم، ان شاء الله هنحاول نطلع فلوس كويسة جدا لحياة كريمة، علشان دي حاجة مهمة جدا. المصريين هنا في أمريكا لازم يحطوا إيدهم في المصريين في مصر، ودي حاجة يعني كبيرة جدا جدا، وكلنا عايزين نساعد مصر ونساعد الريف، وإزاي نقدر يعني نكبر الحكاية دي في هنا في أمريكا كمان، عشان المصريين هنا عايزين يساعدوا، عايزين يساعدوا جامد. وإحنا الله هنا عاملين مشروع كويس قوي، وهنعمل فاند ريزنج ممتاز يوم السبت، يوم سبتمبر 25. هل هناك رقم معين تهدفون الوصول إليه من هذه الأموال؟ نتحدث طبعا عن التبرعات. احنا عايزين يعني طبعا المشروع بتاعنا مشروع كبير جدا، احنا هنا عايزين نجيب اللي هو the buses، اللي هي الباصات دي هتروح الريف، وهتبقى مدرسة، وهتعلم الأولاد والستات ازاي، يعني هتكون مدرسة على باص. و this is the project that we're doing right now. It's called a hole in the wall buses. And هنحاول نجيب باصز، وهنحاول نجيب كل حاجة جوه الباص دي، اللي هي تروح الريف والناس تتعلم ازاي they can teach them how to sew, they can teach them how to do a lot of things. العربي بتاعك متسع شوية لقدر، لكن نعم، يعني عايزين، وهنجيب التراكس اللي هتعمل الحكاية دي. It's called a hole in the wall buses. تركزون في خلال هذه المبادرة على ما يسمى بمحو الأمية الرقمية. الفلوس يعني احنا عايزين يعني طبعا هنحاول نجيب مبلغ كبير جدا، وهنشوف قد ايه نقدر نجيب، وفي ناس كتير قوي عايزه تساعد من كل امريكا، وهنحاول نجيب يعني مبلغ كويس جدا احنا نساعد. وطبعا عايزين نعمل هيك دي مره كم مره كمان، وهنعمل فيسبوك، وقريب جدا هيطلع الفيسبوك، بحيث ان الناس تبتدي حتى قبل ما نعمل الزوم تحط فلوس علشان تساعد حياة كريمة. ليلى بنس هي إحدى رائدات مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، هذا يعني أن ربما يكون التعاطي أكثر مع المصريات الموجودات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المصريين الرجال. شكرا جدا، شكرا جدا. في طبعا هنعمل هنا مع المصريات، مع الستات والرجالة، رغم ان احنا طبعا يعني بدها مربوطة، لكن احنا دي الحاجات دي هتكون ستات ورجالة هيطلعوا فيها. هذه الفكرة خاصة بحياة كريمة، هل ربما تتطور بعد ذلك لمبادرات أخرى لتنمية الحياة بشكل عام
في الداخل المصري، بين قوسين أتحدث عن الاستثمارات في مصر. حالا هي الوقت طبعا مخصوصة بحياة كريمة، لكن احنا كمان بنحاول نساعد الاستثمارات في مصر من ناحية البورصة، ودي حاجة تانية ان شاء الله كمان بنساعد فيها. هل هناك تواصل؟ بس حاليا تفضلي. حاليا الهموم كله على حياة كريمة، دي الحاجة اللي احنا فعلا عايزين نعمل فيها فرق، وعايزين يعني حاجة كبيرة جدا ان احنا يعني عايزين نعمل حاجة ان احنا نساعد مليون واحد مش بس واحد. كيف تصلون إلى بعضكم البعض؟ عملية جمع التبرعات، وأتحدث هنا عن الآلية الميكانيزم، وهل هناك استخدام لوسائل الإعلام الأمريكية في هذا الأمر؟ العربي بتاعك الحقيقة صعب عليا جدا. كيف؟ أنا جيت هنا مصر وأنا عندي 12 سنة، نعم. فلو تقولي عربي ببساطة، كيف تتواصلون مع بعضكم البعض؟ كيف، ما هي آلية التواصل المباشر؟ ايوه بنعملها في زوم، كل زوم بنعمل زوم ميتنج الحقيقه، يعني ومع السيده الوزيره بتبعت لنا، and we all do it through zoom. كم، وهذا هو سؤالي الاخير، كم من الاموال تتوقعين الوصول اليها، وبطبيعه الحال تقومون بارسالها الى مصر؟ طبعا يعني احنا نفسنا يعني لو نقدر يعني الجول بتاعنا ميبي مليون دولار، يعني ده جول كبير، بس ان شاء الله نوصله. شكرا جزيلا، ان شاء الله تصلون لاكثر من هذا الرقم. الاستاذه ليلى بنس، احدى رائدات مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه، ومستشاره اداره الثروات بالولايات المتحده الامريكيه، كنت معي هاتفيا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.